باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى أبد الآباد كلها آمين. النهاردة يوم الخميس من الأسبوع السادس من الصوم الأربعين المقدس الذي لمخلصنا الصالح. والأسبوع السادس دون إحنا بنسميه في الكنيسة مصطلح اسمه صبغة الجهاد، والمقصود بصبغة الجهاد الروحي هو المعمودية. عشان كان لان قراءات يوم الاثنين كانت بتتكلم عن توبة المعمودية، والمقصود بيها التوبة اللي هيقدمها الموعوظين اللي رايحين يتعمدوا، ويوم الثلاث كنا بنتكلم عن اعتراف المعمودية والمقصود بيها ايضا اعتراف الموعوظين قبل ما يتقدموا للمعمودية. والاعتراف هنا مقصود بيه الاقرار بالايمان، يعترفوا بالايمان بالسيد المسيح. وامبارح كنا بنتكلم عن دينونة المعمودية والمقصود بها الأشابين، والأشابين هم المسؤولين عن تسليم الإيمان للمعمدين أو الموعوظين، وإزاي نتثبت عليهم ويلات امبارح كتيرة. علشان كده نلاقي إن النهاردة يوم الخميس الكنيسة عايزة تتكلم عن المعمودية والحياة الأبدية، أو بنسميها حياة المعمودية. والمقصود بيها هنا إن الحياة الأبدية اللي هيفوز بيها أي إنسان هيتعمد، سواء كان موعوظ أو سواء كان طفل صغير. عشان كده نلاقي إن القراءات كلها بتاعت النهاردة بتتكلم عن خبز الحياة. أنا هو خبز الحياة، إنجيل القداس النهاردة يوحنا 6، إنجيل معروف ومشهور لينا وبنسمعه كتير. فالسيد المسيح بيقول عن نفسه أنا هو خبز الحياة، وقال أيضا من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا أثبت فيه، وقال أيضا من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. ودي الكنيسة النهاردة عايزة تركز على الحياة الأبدية، وإن الموعوظين هيفوزوا بالحياة الأبدية لما يبتدوا يتقدموا لسر المعمودية. محدش يقدر يتناول إلا ما يكون إيه؟ متعمد. عشان كده كان الطقس زمان إن الموعوظين بيقعدوا وأول لغاية القداس، ويحضروا لغاية قداس الموعوظين لغاية الوعظة، وبعد الوعظة يحضروا صلاة الصلح، وبعد كده يبتدي الشماس يقول الأبواب الأبواب. يعني إيه الأبواب الأبواب؟ يعني طلعوا كل الموعوظين لأن هما لسه ما نالوش صبغة المعمودية من الكنيسة، ويبقاش في الكنيسة غير المؤمنين بس اللي هما يستحقوا إن هما إيه؟ يتناولوا من جسد ودم عمانوئيل إلهنا. وبعد كده تلاقي الشماس يقول قبلوا بعضكم إيه؟ بعضا. حتى احنا دلوقتي لما يجي الناس غير مسيحيين في العيد مثلا يعيدوا علينا، بنخليهم يحضروا القداس معانا عادي لغاية الوعظة، وبعد الوعظة بنعمل ايه؟ نسلم عليهم ونمشيهم. ده مش كده، احنا مش بنخالف الطقس، احنا كده ماشيين وفقا للطقس بتاع الكنيسة، تمام؟ فكان الموعوظين يفضلوا قاعدين ياخدوا الوعظة وياخدوا القراءات. عشان كده تلاقي ان القراءات والنبوات دي كلها كانت معمولة للموعوظين عشان يهيئوهم عشان ينالوا صبغة جهادهم الروحي أو صبغة المعمودية، ينالوا سر المعمودية. نلاقي النهاردة اللي يدل إن الكنيسة عايزة تركز على الحياة الأبدية والمعمودية، نلاقي إن المزمور بيقول إيه؟ يا رافعي من أبواب الموت لكيما أخبر بجميع تسابيحك في أبواب ابنة صهيون. بيتكلم ان هم عايشين في الموت لان هم عايشين في الظلمة، لسه ما نالوش صبغة المعمودية. واي انسان خاطي بيحتاج للتوبة، والتوبة عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن معمودية تانية. عشان كده نلاقي ان الكنيسة لما حطت القراءات ركزت على الاشابين، والاشابين هو مقصود بيها الانسان المسؤول ان هو يروح يعمد ايه؟ ابنه، غالبا بيكون الاب والام. وبيتكلم كمان عن الرعاة، والرعاة مقصود يكون اي راعي مش شرط الكهنة، الاب والام في البيت هم رعاة. عشان كده نلاقي كمان الكنيسة بتقول خلي بالكو احنا مسؤولين عن خلاص نفوس اولادنا،
تلاقي ان انجيل باكر كان بيتكلم عن المثل بتاع الكرم والكرامين، والكنيسة عايزة تقول ان كان زي ما في رعاة صالحين في رعاة اشرار في رعاة طالحين، بيتكلم عن اهلاك المخلص للرعاة الاشرار دول. عشان كده تلاقي ان الانجيل بيوبخ، السيد المسيح كان بيوبخ رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ عن صاحب الكرم، اللي هو صاحب الكرم بيقصد بيه هنا بيشير الى المخلص السيد المسيح، انه بيقول كده يأتي ويهلك هؤلاء الكرامين ويعطي الكرم لآخرين، يجي ويهلك الكرامين دول الأشرار ويعطي الكرم لناس تانية يكونوا يقدروا ان هم يعملوا بالوزن. عشان كده المعمودية ما تتأجلش، المعمودية ما تتأجلش لأي سبب مهما كان، ما ينفعش أندر المعمودية، المعمودية لا تندر، ولا حتى علشان أب كاهن معين هو اللي يعمد ابني، سامحوني، ولا حتى كمان نأجلها عشان خاطر أسقف. المفروض إن احنا ما نأجلش المعمودية. وليه نأجل إن ابننا يستفيد من النعمة العظيمة إن يصير عضو في الكنيسة وإن يتناول من جسد ودم ربنا؟ لكن في معمودية بنسميها معمودية الطوارئ. ايه معمودية الطوارئ دي؟ بعد الشر يعني، لو الطفل عنده عاهة، عنده مشكلة في جسده وخلاص هيشرف على الموت، يبقى في هذه الحالة لازم ان احنا ايه نعمده. عشان كده نلاقي ان الكنيسة النهاردة بتتكلم عن حياة المعمودية او المعمودية والحياة الابدية، نلاقي النبوات كلها بتركز على النقطة دي. نلاقي مثلا النبوة الأولانية بتاعت النهاردة اللي هي اتقرت علينا من ملوك الثاني، واتذكرت فيها قصة إليشع لما أقام ابن المرأة الشونامية. بيتكلم هنا عن إحياء رجال الله للمؤمنين. يعني إيه؟ يعني الموعوظين دول بيكونوا إيه؟ ميتين موت الخطية، ولما بييجوا يتعمدوا أبونا لما بيعمدهم بيخليهم إن هم يرثوا الحياة الأبدية، بيفتح لهم الطريق إن هم هيرثوا الحياة الأبدية. يبقى دي مش دي منحهم للحياة؟ مش اديناهم حياة؟ أعطاهم حياة جديدة؟ نلاقي إن إليشع أقام ابن المرأة الشونامية من الموت. كمان الكاهن لما بيعمد الطفل أو بيعمد الموعوظ بيمنحه حياة أبدية بالمعمودية. طبعا الكاهن هو مجرد وسيط شفيع في المقادس الإلهية، لكن الله هو اللي بيعطي الحياة الأبدية دي. ولكن احنا هنا بنركز على دور الرعاة أو دور الأشابين، دور المرأة الشونامية اللي أول لما عرفت إن ابنها مات جريت بسرعة على مين؟ على رجل الله، وابتدت تتحاجج معاه. هو أنت كنت جاي عشان تذكرني بخطيتي؟ انت ليه موتت لي ابني؟ عشان كده تحنن إليشع، وابتدى إليشع هنا يعمل عمل الكاهن، وابتدى يقوم الطفل منين؟ من الموت، ويمنحه حياة جديدة. كمان الموعوظ ده كان ميت موت الخطية، بيجي يتعمد ابونا بيديله حياة يخليه ان هو يفوز بالحياة الابدية. كمان لو نلاحظ في النبوة دي نلاقي ان إليشع قال للغلام بتاعه حاول تعمل اكل لمين؟ للانبياء. فهو بيعملوا الاكل للانبياء، لقى زي يقطينة كده او حاجة اسمها الحنظل، وحطها في القدرة اللي هو بيعمل لهم الاكل فيها. فبعد كده حط لهم الاكل، اول لما اكلوا ابتدوا يصرخوا ويقولوا انه في موت في القدر، موت في القدرة يعني، موت يا رجل الله. وأمرهم إن هم يجيبوا دقيق، ووضع الدقيق في القدرة وكلهم أكلوا، ولا واحد منهم مات، ولا واحد اتمس بسوء. دي يعتبر إن هو نقلهم من الموت للحياة. المعمودية بتعمل كده، والتوبة هي معمودية تانية بتنقل من الموت إلى الإيه؟ إلى الحياة. النبوة التانية النهاردة كانت عن أشعياء 45، بتبين إن رعاة الله رعاية الله للرعاة علشان يقدروا إن هم يخدموهم. عشان كده نلاقي إن النبوة دي بتتكلم عن عناية الرب لمسيحه، وهنا كان بيتكلم عن كورش.
بيقول أنا أسير قدامك والهضاب أمهد، أكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد أقصف، وأعطيك ذخائر الظلمة وكنوز المخابئ لكي تعرف إني أنا الرب الذي يدعوك باسمك إله إسرائيل لأجل عبدي يعقوب وإسرائيل إيه؟ مختاري. ربنا بيرعى الرعاة وبيرعى الأشابين علشان يقدروا إن هم يروحوا ويتمموا عملهم إن هم يعمدوا أولادهم. النبوة الثالثة بيتكلم عن سفر الأمثال، وبيتكلم فيها إن ربنا بيطول عمر الأشابين الصالحين. لما يبقى فيه رعاة صالحين ربنا بيطول في عمرهم وبيديهم عمر طويل عشان يقدروا يخدموا ويجيبوا ثمر كتير 30 و60 و100. ويلاقي بيتكلم هنا عن الحكمة، وفي الحكمة بتسمعنا النهاردة بيقول ايه؟ بيقول هلموا، يعني تعالوا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها. كلوا من طعامي واشربوا من الخمر، يقصد ايه هنا؟ يقصد تاكلوا من طعامي يعني تاكلوا من جسدي، من قربان جسدي، ومن طعامي، ومن ايضا اشربوا من الخمر، يعني يقصد هنا ايه؟ ذبيحة الجسد والدم، ذبيحة التناول. بيقول اتركوا الجهالات فتحيوا وسيروا في طريق الفهم. وعايز يأكد ان رأس الحكمة هي مخافة الله، وان معرفة القدوس ايضا ايه؟ هو فهم، لانه بيه بالحكمة يعني تكثر أيامك وتزداد لك سنو حياتك، يعني عمرك هيطول لما تخاف وتعيش في مخافة ربنا. وعمرك يطول دي مقصود بيها كمان إيه؟ الأبدية. عايز يركز على الأبدية، إنك لما تيجي وتتناول من جسد ودم السيد المسيح هتنال الحياة الإيه؟ الأبدية. ودي الكنيسة عايز تركز عليها النهاردة، اللي هي الحياة الأبدية بتاعة الناس اللي اتعمدوا. النبوة الرابعة كان بيتكلم من سفر أيوب، وبيتكلم عن استجابة الله لطلباتهم. وفي الفصل ده من شفنا أليهو الخطاب بتاعه لأيوب اللي اتهم الله فيه بعدم العدالة. عشان كده أليهو ابتدى يقول له يا أيوب انت عامل نفسك ان انت أبر من ربنا، عشان أيوب كان عنده مشكلة ان هو كان عنده بر ذاتي. قال له ان الحسنات كلها اللي احنا بنعملها والسيئات اللي احنا بنعملها دي كلها لا يمكن انها توصل او تمتد الى ربنا، مش هتأثر في ربنا. وقال له كمان ان كثيرين يصرخون اليه في المصايب بتاعته، المصايب والتجارب اللي بتيجي عليهم، لكن ربنا مش بيستمع ليهم. واكد كده ان ربنا مش بيستمع ليهم ليه؟ لقلة ايمانهم. احيانا الواحد ممكن يخش عشان يتناول ويجي يحضر القداس ويجي يطلب ويجي كما لقوم عادة، وزي ما دخل زي ما خرج. ليه؟ لأنه كان بيطلب ولكن عنصر الإيمان مش موجود. ده سيد المسيح قال اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. فاحنا لازم نسأل ونسأل بإيمان. عشان كده هو قال له لا يسمع كذبا، لا يسمع كذبا والقدير لا ينظر إليه. يعني عايز يقول ان احنا لما نيجي نطلب نطلب بايه؟ بايمان. النبوة الخامسة دي نبوة ممكن تلاقيها مش موجودة في القطمرسات الجديدة، لكن هي موجودة في القطمرس القديم وبتكمل المعنى اللي احنا عايزين نقوله النهاردة عن الحياة الأبدية، ان لازم يبقى فيه وصايا. والنبوة دي من يشوع ابن صراخ، وبتبين الحكمة هنا ان حكمة الوضيع، يعني الإنسان الفقير، الوضيع هنا يعني إن هو فقير، بترفع راسه وبتجلسه كمان في جماعة العظماء. وبعد كده بيوصي المؤمنين اللي هم ما يذموش حد قبل ما يفحصوا في الأمر، وإن هم ما يشتغلوش بأعمال كتيرة، يعني ما يرتبكوش في أعمال كتيرة. بيقول كده فإنك إن أكثرت منها لا تخلو من ملامٍ. سواء انت ابتديت جاي تعمد ابنك وبعد كده انت مهتم بحاجات كتيرة، شوية ملبس على شوية مش عارف فستق على شوية حاجات كده عايز توزعها، مرتبك في اعمال كتيرة كده، هو عايز يقول ما ترتبكش بالاعمال دي، مش هو ده المهم. المهم ان هو يتعمد
وينال الحياة الأبدية. عشان كده بيقول ما تأجلش المعمودية بتاعت ابنك عشان شوية أعمال تشغلك عن الهدف الأساسي اللي هو خلاص نفس الإيه أولادك. وهي دي تبقى إيه الحكمة الحقيقية. الحكمة الحقيقية إنك أنت ما ترتبكش في أعمال كتيرة، ولكن إنك تهتم بخلاص نفس إيه ابنك. ربنا قادر إن هو يدينا حياة المعمودية، وإن إحنا ننال الحياة الأبدية بالتناول من جسد ودم عمانه إلهنا، ولمنها المجد الدائم أبديا.